هذا العام الله سبحانه وتعالى من علينا بأمطار كثيرة، وبعدين بجهود الحكومة ودولة رئيس الوزراء بالاتفاق الأخير اللي صار مع تركيا وزيارة السيد أردوغان إلى بغداد. تم الاتفاق على كثير من الأمور، وعادت الأهوار بفضل الله، امتلأت بالمياه. وما فقط احنا مهتمين بالأهوار، وزارتنا مهتمة بالأهوار، وزارة الموارد المائية مهتمة بالأهوار، وزارة البيئة مهتمة بالأهوار، لأن الأهوار هي حياة قبل أن تكون سياحة. طبعا كثير من الطيور نعم تعيش بها، ما تعيش بأماكن أخرى. ثم جمالها وجذبها للسواح، ثم تربية الكثير من الماشية. طيب. لا سيما الجاموس يشكل ثروة اقتصادية يعني كبيرة لسكان المنطقة ولغيرهم.